طيب بصوا بقى، الإغريق ابتدعوا مصطلح اسمه الأكاديمية. الأكاديمية دي شيء مهم جدا في حياة البشر، في حياة الإنسانية، فهي أساس التقدم. يعني بدأت بالفلسفة، في علوم الرياضيات، في حاجات زي كده. بس أكاديمية أي التدريس الأكاديمي، يبقى في نصوص تدرس، يبقى في مناهج، يبقى في نمط للتعليم، يبقى في ساعات للدراسة، حاجات زي كده. فمش هينفع نبقى في العالمين الجديدة ولا نتطرق للأكاديمية، جامعة العالمين الجديدة، الجامعة الأهلية بتاعت العالمين الجديدة، ويترأسها الدكتور عصام الكردي، ولنا مشتركات بالمناسبة. يعني ابنه حبيبي بالمناسبة من زمان، قبل أن نلتقي أنا والدكتور عصام، ده أول لقاء لينا، منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك يا دكتور؟ منورنا ومشرف العالمين كلها. عامل ايه؟ وسعداء ان حضرتك موجود النهارده في مدينه العالمين. والله ده احنا اللي سعداء ومتشرفين جدا، والجامعه فعلا حاجه تشرف. الحمد لله. هنا هسال اهميه مش بس وجود جامعه اهليه كبيره زي جامعه العالمين الجديده، من باب انها جامعه اهليه او من باب انها في مدينه المراد ليها انها تبقى مدينه سكنيه متكامله، لكن أهمية وضعية الجامعة دي في الساحل الغربي لمصر. طبعا وجود جامعة العالمين في هذا المكان الفريد يعتبر على الساحل الشمالي الغربي في جمهورية مصر العربية، موقع متفرد جدا، والحقيقة المنطقة محتاجة الجامعة في هذا المكان. مدينة العالمين من المدن الواعدة، مدينة من الجيل الرابع، مدينة ذكية. وجود جامعة العالمين هتخدم مدينة العالمين والمنطقة المحيطة، لأن هي الجامعة تعتبر لغاية حدود مطروح، بعد كده في جامعة مطروح، فهي بتخدم من أول حدود الإسكندرية إلى حدود مطروح، وده مسافة كبيرة على الساحل. بالإضافة طبعا إلى أن الصناعات اللي هتقام إن شاء الله في مدينة العالمين، جامعة العالمين هتخدم على هذه الصناعات. حلو قوي. هنا هروح لازم على جامعة العالمين هتشتغل ازاي، تخصصاتها هتبقى ايه، التعاونات اللي هتعملها الجامعة مع جامعات اخرى. جامعة العالمين الحقيقة هي جامعة من جامعات الجيل الرابع، الجامعات الذكية المبنية على فكرة البرامج الدراسية. الجامعات اول ما بدأت فكرة الجامعات بنت على فكرة الكليات، ثم بعد كده على فكرة الأقسام، ثم أخيرا مبنية على فكرة البرامج، خاصة البرامج ما يسمى بالبرامج البينية أو البرامج المتداخلة مع بعضها. وكل التقدم اللي احنا شايفينه حاليا في العالم كله ده ناتج على ان التخصصات بدأت تشوف بعضها، وبالتالي بقى في برامج مشتركة خرجت التخصصات بتخدم في استخدام التكنولوجيا في كافة المجالات. احنا النهاردة بنتكلم على ثورة المعرفة، ثورة المعلومات. ثورة المعلومات والمعرفة دي محتاجين اللي احنا نوظفها ونخلق جيل من الخريجين قادرين على استخدام هذه المعلومات في خدمة البشرية. بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، النهاردة الذكاء الاصطناعي أصبح موجود في كل المجالات، في المجالات الطبية، في مجالات الزراعة، في مجالات الأعمال، في كافة المجالات ومناحي الحياة. ده من أحد التخصصات الموجودة عندنا في جامعة العالمين. عندنا برنامجين للذكاء الصناعي، عندنا برنامج علوم الذكاء الاصطناعي، وعندنا برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ما يسمى بإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى ما يسمى بالأمن السيبراني أو السايبر سيكيورتي. وإحنا الحقيقة بنبص لوظائف الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، وأغلب البرامج اللي موجودة عندنا بتخدم هذه الوظائف. ومن ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها الحقيقه، احنا حاليا التعليم في الجامعات اختلف، بدل ما كان تعليم اصبح بقى تعلم، لان النهارده مع وسائل الاتصال السريعه الموجوده اصبحت المعلومه متداوله في نفس اللحظه في اي مكان في العالم موجوده في مكان اخر. فهي بقت القصه النهارده مش ازاي ادي للطالب، كان الاول الطالب بيتخرج من الجامعه بيحصل على مجموعة من المعلومات، تفضل هذه المعلومات معاه حتى نهاية الكادر الوظيفي بتاعه أو الكادر الأكاديمي بتاعه أو الكادر اللي هو الفني بتاعه. النهاردة لا، النهاردة ممكن طالب يتخرج من برنامج، بعد ما يتخرج كل المعلومات اللي أخدها يلاقي فيه معلومات جديدة طلعت هيستخدمها. فبالتالي دورنا الحقيقة اللي احنا نعلم الطالب ازاي يوصل دايما للمعلومة جديدة، ازاي يعرف يقراها، ازاي يفهمها، ازاي يقدر يستخلص منها. وده الفكر اللي مبني على التعلم، وده اللي احنا بنرسخه في الطالب عندنا في الجامعة، اللي احنا بنطلع طالب قادر على التعلم مدى الحياة بعد كده. ازاي بنحقق الكلام ده في الجامعة؟ اللي احنا بنوفر له وسائل تعلم مختلفة. من ضمن هذه الوسائل مثلا عندنا منصة كورسيرا. منصة كورسيرا دي تعتبر من اكبر المنصات التعليمية والتدريبية في العالم كله، اكتر من 400 مقرر ودورات تدريبية، حقبة تدريبية. وجامعة العالمين تعتبر شريك، بنسميها لايت هاوس بارتنرشيب، شريك رئيسي لكورسيرا.
وبنقدم هذه الكورسات وهذه المقررات للطلبة في جامعة العالمين مجانية بدون أي مصريف إضافية. في نفس الوقت بنحفز الطلبة على أنهم يستخدموا هذه المنصة علشان يبقى فيه سيلف ليرنينج أو تعلم يقدر يتعلمه هو مع نفسه. عندنا ما يسمى فيه بالمقررات الجامعة، وهي مقررات بيتعطى لكل الطلبة بصرف النظر عن التخصص، من ضمنها مثلا مقدمة في الاي تي، من ضمنها السستينبل ديفلوبمنت جولز اهداف التنمية المستدامة، من ضمنها ريادة الاعمال والابتكار، لان احنا محتاجين نخلي الطالب دايما يفكر بصورة غير تقليدية طبعاً. في المجال بتاعه ما يبقاش نمطي، ما يبقاش نمطي. واحنا فعلا اول حاجة بنقولها للطلبة عندنا بنقول لهم اللي احنا مش عايزين نخرجكم كوبيز من بعضيكم، مش عايزين نسخة واحدة. مثلا عندنا طلبة مثلا في طب الاسنان مش عايزين نسخة واحدة من الطلبة متخرجة، لا احنا عايزين كل واحد يبقى شخصية فريدة مختلفة عن التانية، ليه؟ هو فكره الخاص وبالتالي يقدر يبتكر في مجاله. طب ده كلام كويس قوي. يعني انا ملاحظ انه الطريقة بتاعت وضع التخصصات عاملة بالظبط زي الجامعات في اوروبا والجامعات اللي في امريكا، انها ما بتبقاش تخصص اللي هو داخل هندسة، لا هو في برنامج كذا. يجي على بالي مثلا بمناسبة مفاعل الضبع وما الى ذلك، هل عندنا هندسة مواد وعندنا هندسة صالحة للعمل في مثل هذه المنشآت الضخمة زي المنشآت النووية وما الى ذلك؟ بالضبط، هي المنشآت النووية بتحتاج الحقيقة العديد من التخصصات. عندنا مجموعة من التخصصات موجودة في الهندسة، عندنا طبعا كمبيوتر ساينس، كمبيوتر انجينيرنج ده بيخدم على المحطات النووية طبعاً. عندنا البترول والغاز، عندنا الميكاترونكس، عندنا الكوميونيكيشنز، وكمان عندنا في مرحلة الدراسات العليا في الهندسة النووية، بس دي لسه هتبدأ كمان سنة إن شاء الله. اسكندرية كان فيها قسم هندسة نووية تاريخي عظيم، يعني بالظبط مظبوط عظيم، اول قسم هندسة نووية في جامعة مصر بالكامل. بالظبط صحيح مظبوط. اه والله كانت امي هتخش هندسة نووية اسكندرية، لا اقولها هتسافري اسكندرية، كملت بقى هي في القاهرة. وما شاء الله كل خريج هندسة نووية اسكندرية موجودين في كل العالم، في كل الدنيا، مظبوط، في كل ده بيصلحوا كوارث العالم مظبوط عندما توجد. ربنا ما يجيب كوارث. احنا قصتنا حاجة تانية دكتور عصام، يمكن احنا اول مرة نتقابل، ما اتمناش ابدا انها تبقى اخر المقابلة على مستوى شخصي وعلى مستوى مهني، واكيد اكيد لازم هنتقابل قريب جوه الجامعه. احنا صورنا الجامعه وما الى ذلك، بس اكيد اكيد هنتقابل جوه الجامعه مع يعني ايه احتدام الدراسه كده، هنيجي وتسمح لنا ان احنا نتفرج ونتكلم كمان مع الطلبه ان شاء الله. حضرتك شرفنا واتمرنا في جامعه العالمين، وحضرتك هتشوف احدث المعامل الموجوده في جامعه العالمين، متاكد من ذلك ان شاء الله. بثقه كبيره في حضرتك وبالتاكيد في كل الناس اللي بتشتغل في الجامعه. حقيقي اشكرك جدا يا دكتور عصام. كل الشكر لدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العالمين الجديدة، الجامعة الأهلية بالعالمين الجديدة.